هذا العام لو روتور تاع زدنبورغ ده ان شاء الله من خلال عملين، وكي نقولوا عملين نقولوا دورين راح يكونوا ليك ان شاء الله او من نصيبك. فلو تحكينا على الدورين، اسكو حيكونوا مختلفين وكيفاش راك توفق بين هاد العملين، يعني الدور الاول والدور الثاني، ورمضان راهو على الابواب. العملين وشنو هما؟ انتقام الزمن فوالا. وحده 11 اللي حيكون في قناه الشروق ان شاء الله. مانيش نسمع فيكم مليح، سمحوا لي. يلا هكا راك تسمعنا ازدين؟ راني نسمع، وي عاودي. حتكون ان شاء الله في انتقام الزمن، وراح تكون في مسلسل 11 بالجزء الثاني، راح يكون على قناه الشروق ان شاء الله. فلو تحكي لنا على الدور تاع 11 وانتقام الزمن، اختلاف الادوار وكيفاش راك توفق بيناتهم. شوفي صح، قبل ما نهضر لكم على الشخصيات، ما نقدرش نعطيكم ديتاي باسكو احنا واش نقولوا؟ نقولوا البلا اني با بري، دونك ما نقدرش نهضر لكم على البلا حتى تذوقوه. كي تذوقوه هل الدورين حيكونوا مختلفين تماما عز الدين؟ فوالا مختلفين بيان سور، وي تماما. واحد فيه شغل اون بو دير لو ميشون والاخر لو بون. اه تخي بيان. تخي بيان. كيفاش راك توفق بين الدورين؟ كيفاش راك تقدر يعني تصور الدور الاول والدور الثاني ورمضان وعلى الابواب يعني ما بقالوش؟ هي كما نقولوا احنا، الانسان كيكون واجد ولا يؤدي دورين مختلفين، الانسان بس لازم له شويه تركيز. وشوفوا انا عندي 12 سنه مع بنت، اكزاكتومون، دونك شويه ان تي بو ديفيسيل، شويه جاني صعيب، جاتني العوده صعيبه، لاخاطرش 12 سنه وانت غالق. نهار اللي تحليت بدورين بدورين دوك لازم غير وفي عملين كبار نقولوا عز الدين، لانه 11 كان دار ضجه في الموسم الاول. نعم، مع وسام الاخر.